الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اعترض مجلس محافظتي بغداد والبصرة على تصويت مجلس النواب على جدول موازنة 2024، مبينان أنها أعدت على عجل وغير كافية. وقال مجلس بغداد والبصرة إن هناك ضعفا كبيرا في أعداد الموازنة ولا تأخذ معيار الكثافة السكانية للأقضية والنواحي ودرجة المحرومية التي تعاني منها هذه المناطق، وكذلك الخدمة المقدمة لهذه المناطق، وكانت المعايير غير متوفرة في الموازنة. قالت إذاعة مونت كارلو إن العراق يشهد جدلاً واسعاً بعد رفض الشركات الأجنبية المشاركة في مناقصة مشروع مترو بغداد الذي يفترض أن تبدأ أعمال تنفيذه خلال العام الجاري. وأثار ضعف مشاركة المستثمرين في مشروع مترو بغداد الحديث عن الابتزاز الذي يمارس على الشركات الأجنبية من قبل الأحزاب والميليشيات، الأمر الذي أدى إلى انسحاب أو تقليص أعمال العديد من تلك الشركات. قال النائب يوسف الكلابي إن شركتي ميلينيوم وكويت إنرجي شركات نصب سرقت من العراق ملايين الدولارات تحت عنوان أنها شركات كويتية. وأضاف الكلابي أن هاتين الشركتين يديرها شبكة أو تديرها شبكة احترفت النصب من العديد من الكويتيين، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة النيابية أكدت أن شركتين قامتا بسرقة ملايين الدولارات من أموال العراقيين من خلال المشاريع التي تعمل بها. قال النائب عامر عبد الجبار إن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مددت الحظر على الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد. وأضاف النائب عبد الجبار أن الحظر الجوي تم تمديده، وربما تصدر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران عقوبات جديدة في ظل عدم وجود أي خطوة حقيقية من جانب حكومة بغداد تجاه رفع الحظر، مشيرا إلى أن غياب الإصلاحات الإدارية وسلطة القانون عن ملف الطيران المدني من شأنه أن يفاقم العزلة المفروضة على الطيران المدني العراقي. كشفت مصادر محلية في نينوى عن سيطرة جهات متنفذة على سايلو بازوايا لتسويق محصول القمح ومنع الفلاحين من دخوله إلا مقابل دفع مبلغ 500 دولار عن كل مركبة حمل أو الانتظار في الطوابير لمدة تزيد على الأسبوع لتفريغ الحمولة. وقالت المصادر إن مركبات الحمل التي تنقل محصول القمح من الحقول إلى السايلو التابعة لهذه الجهات المتنفذة تدخل مباشرة من دون انتظار، ما أثار استياء سائقي المركبات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى حصول مشاجرة تطورت إلى استخدام آلات حادة، ما أسفر عن إصابة 3 من سائقي مركبات الحمل من أهالي بازوايا. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.